تموت الناس في الليل تحت أنقاض آلاف المنازل التي تستهدفها القوات الإسرائيلية في غزة. قنابل من كل العيارات تلقى على المكان الأكثر كثافة سكانية في العالم، فتتلقف عدسات الصحفيين برقها الذي يلمع في سماء غزة. ولكل قذيفة ضحاياها من القتلى أو من الجرحى أعداد تقريبية دائما للضحايا الفلسطينيين، الذين أكدت منظمات دولية عدة أن غالبيتهم العظمى من المدنيين. أعداد تزيد فجأة عندما يتوقف إطلاق النار لساعات قليلة، فيستكشف المسعفون المزيد والمزيد من الضحايا. فمع أول هدنة لاثنتي عشرة ساعة اكتشف المسعفون 140 قتيلا، غالبيتهم من الجرحى الذين نزفوا حتى الموت. هذا كله فضلا عن استهداف المستشفيات والمدارس والشواطئ وأماكن التنزه بحجج استخدامها في إطلاق الصواريخ. هذه الحرب شهدت مزاعم إسرائيلية جديدة تتهم الفصائل الفلسطينية في غزة بقصف المستشفيات الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي ليس له علاقة بتلك الحوادث. في حالة مستشفى الشفاء وحادثة الشاطئ، حماس والفصائل الأخرى هي من أطلقت الصواريخ وقتلت المدنيين. على الطرف الآخر يبدو أن الوضع مختلف في إسرائيل التي تملك وسائل متطورة لإسعاف الجرحى والمصابين. مستشفيات متنقلة تحمل المصابين مع فرق طبية متخصصة، وهو ما يقلل من عدد الخسائر الإسرائيلية. ففي الجانب الفلسطيني يزداد الوضع تعقيداً مع قصف إسرائيل المتكرر للمراكز الطبية وآخرها مستشفى الشفاء، لتصبح الفوضى العارمة وصرخات المكلومين طاغية على ما عداها.